جينا اليوم هون لحتى نكتسب مهارات ومعلومات جديدة عن المشاركة السياسية للشباب، لحتى نكون قادرين على إيصال رسالة واضحة لمجتمعاتنا بأنه الانتخابات هي جزء لا يتجزأ من واجبنا كمواطنين على هاي البلد، وإحنا قادرين أن نغير بمجتمعاتنا. جيت الدورة اليوم عشان استفيد من دور الشباب وتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات، لأنه أنا بشتغل كمراقب للانتخابات النيابية، وكمان عشان أنه أنا دائما بآمن بدور الشباب وأنه لازم الشباب يكون لهم فرص بالانتخابات ويكون لهم صوت واتخاذ قرار مع صناع القرار. طبعا مشاركتي بورشه صوتك بكره بفرق، غيرت كثير عندي مفاهيم ومعايير اللي انا لازم احددها لحتى اختار المرشح المناسب لمحافظتي. صار عندي فكره اوسع عن الانتخابات، عن البيان الانتخابي، على الاحتياجات اللي احنا بدنا اياها لمحافظتنا سواء بشكل عام او بشكل خاص. هل الامور اللي احنا تعرفنا عليها، الاعداد اللي ممكن تترشح، الارقام، النائب نفسه شو بده يعمل او دوره داخل المجلس وخارج المجلس، اثر كثير داخلنا او غير فكرتي انا كهدى بشكل كبير. فهذا الشيء راح يساعدني انا اكثر لحتى انه لما اختار المرشح المناسب لمحافظتي يكون اختياري انا صحيح. انا فعلا بالاول كنت عايز انتخابات نيابيه، بس اليوم حضرنا ورشه مركز شباب جرش. احنا برفقة شباب وصبايا من جرش ومع مدربين اكفاء، واقنعوني انه اكون انا منتظم انتخابات، شجعوني على المعرفه بقوانين الانتخاب الجديد، وانا صوتي كمواطن اردني لازم اوصله للدوله عن طريق مجلس النيابه القادم، لانه النائب يمثلني. وفعليا النائب مش شرط انه يكون خدماتي، النائب لازم يكون رقابي، يوصل افكار الشباب والشابات اللي بالمحافظه والوطن كامل للدوله الاردنيه. وباذن الله مجلس النيابه القادم راح يكون من افضل المجالس النيابيه بفضلي وبفضل الشباب ككل. اليوم كنا بمشروع صوتك بكره بفرق، صراحة كثير فادني وخلاني افهم شو الاسس الصح عشان اختار المرشح المناسب. اكتشفت انه بالدورة الاولى ما صوتت على كثير فهم، يعني خلاص شفت شو اهلي بدهم وصوتت معهم يعني. لا هلا صراحة صرت انتبه انه ايش دور المرشح، مش هي خدمات الشعب، لا هو له دور محدد وانا بدي اختاره عشان ينفذ هذا الدور. وهذا الاشي كثير حسن انه كيف انه احنا الشباب نشارك في الانتخابات، لانه صرنا عم نشوف بهذا الوقت في شباب كثير صاروا بطلوا بدهم يصوتوا، في كثير صاروا مقاطعين. فهاي الدورات كثير بتفيد انه تفهم الشباب لا انه صوتك بفرق، واي صوت يعني كل صوت بتصوته انت هو رح يغير كثير شغلات بالمجتمع، حتى لو انت بتفكر انه لا انا لحالي، لا انت مش لحالك، صوتك بفرق.